الدهون ما سلمتش من الإشاعات، حتى الدهون عنيدة، حتى الدهون متمسكة بينا. فعلشان الدهون دي بقى نتخلص منها، جبنا الدكتورة هناء أبو ستيت تكلمنا عن الإشاعات اللي دايما تتقال، إزاي تخسي وهم مش فاهمين ليه الدهون متمسكة بينا وإزاي نخليها تحل عننا. اهلا بيك. اهلا بيك يا حبيبه قلبي. عاملين ايه يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما منورين الدنيا. حكايه الاشاعات اللي هو ابلعي مش عارف ايه وخدي ايه، بنقعد بقى احنا كستات بتسمعي كلام كتير جدا جدا جدا. ارحب بيكم بدايه وارحب بالساده المشاهدين. خلينا، انت قلتي معلومه حلوه قوي من شويه، انه فعلا الدهون بتبقى عنيده ومتمسكه بينا جدا. احنا بنحاول خلال الكورس بتاعنا وخلال النظام الغذائي بتاعنا نتخلص منها ونتحايل عليها، انها فعلا لازم تسيب الجسم وتسيبنا وتمشي. بس هي الفكره كلها، انا لازم لما اخد الحاجه اخدها وهي مرخصه. يا ما سمعنا عن ادويه والدنيا ماليه على النت، بس الفكره كلها هل الادويه دي مرخصه من وزاره الصحه؟ هل هي امنه عليكي وعلى ضغطك وعلى جهازك العصبي وما تعملكيش مشاكل؟ هنا السؤال. يبقى لازم تكون الادويه اللي انت بتاخديها تكوني واثقه منها 100% قبل ما تفتحي بقك وتاخدي الكبسوله. اوعي تسمعي اصل انا خسيت عليها 50 كيلو، خسيت عليها 40 كيلو. ضرتك؟ عملت لك مشاكل؟ هل ليها فيها اثار سلبيه؟ اكيد. عشان احنا كده النهارده جايبين الكورس بتاعنا، كورس متميز. وقبل ما اتكلم عن اي مواصفات موجوده جوه الكورس، الكورس بتاعنا مرخص من وزاره الصحه المصريه. وبتقول كل الكومبوننت اللي موجوده جواه خالصه انها مواد طبيعيه لا تحتوي على اي مواد كيميائيه. يعني لما هتاخديها مش هتاثر على جهازك العصبي، مش هتاثر على مخك، مش هتعمل لك اكتئاب، مش هتعمل لك مشاكل. في ناس كتيره خدت ادويه مجهوله المصدر وعملت مشاكل ليهم لا حصر لها. طيب ندخل في الموضوع، او نقول الكورس عباره عن ايه؟ قلتي فضلي كويسه جدا. اتفضلي يا فندم. عشان الناس بتفتح كده النت بتستسهل، تقوم فاتحه تقول كيف تخسي، فيقوم طالع لهم 15 برنامج. ده حقيقي. تقوم داخله يقولوا لها اتصلي على رقم الموبايل ده. تمام. تقوم متصله، عندكم ايه؟ عندنا دواء تخسيس. ساكنين فين؟ جسر السويس. طب اجي لك ولا تبعت لي؟ نفس القافيه. ده حقيقي، ده حقيقي. طلبت اي موبايل بتحصل كوارث. ده حقيقي. بتحصل كوارث. وكمان غير كده، انك انت ترجعي كمان للناس دي وتقولي انا حصل لي مشكله 1 2 3، لا، المشكله عندك انت اللي ما قلتيش انك عندك مشكله في القلب، انت اللي ما قلتيش ان عندك مشكله في السكر. وفي ناس كتيره دخلت مستشفيات بسبب الادويه مجهوله المصدر. عشان كده بعيد تاني وبقول لازم الادويه تكون مرخصه من وزاره الصحه. وزاره الصحه بتبقى في حاجه اسمها كواليتي كنترول. في ناس شغلانتها جوه المصانع تقول انه الدواء ده بالنسب دي امنه جدا جدا، لما ياخدها طفل صغير ولما ياخدها حد عنده امراض سواء كانت قلب او دق او ضغط او سكر او مشاكل في جسمه. يعني بيقولك ان المراهق مش المفروض ياخدها، ما بيقولكيش السن، يديها لاي حد. ده خطر. بصي، بيحصل مشاكل كتيره جدا، ولا قدر الله، مش عايزه اخوف الناس، في ادويه مجهوله المصدر سببت حالات وفاه. هنا حتى ساعتها بنسميها انه الخطا على اللي استخدمه مش اللي اداهولك. الفكره كلها انه بيعه الشراء لازم تكون ما بين طرفين موجودين، انت خدتيه من حد كان موجود قدامك، الحاجه دي كانت مرخصه من وزاره الصحه، الاجابه كانت لا. وغير كده كمان، غير كده، ما احنا موجودين على النت وبنقول صفحاتنا موجوده، واحنا دكاتره وظاهرين بشكلنا قدام الناس، وان انا دكتوره فلانه الفلانيه وحاصله على كذا، موجوده طالعه للناس، بقول لهم انا اهو الادويه اهي مرخصه من وزاره الصحه. يعني احنا مش بنستخبى، احنا عارفين بنقول ايه والادويه دي بتعمل معاك ايه، وفعلا بتخسسك وبتوصلك للشكل اللي انت عايزاه. ومسؤولين عن النتيجه. ده حقيقي. وعشان او الضرر اللي حصل. الحمد لله، احنا الحمد لله حتى الناس اللي بتكلمنا مش بس نديها الكورس ونمشي وخلاص استخدميه خسيتي او ما خسيتيش، بنكلمهم النظام بتاعك مشيتي عليه، فطرتي ايه النهارده، يلا قولوا لنا يلا تقرير العشاء بتاعكم، حسيتي انك انت جالك امساك. طب انا مثلا، في ناس في العموم على فكره بيجي لهم امساك مزمن، دكتور انا كده كده انا ماشيه على الكورس، بس ممكن تبعتي لنا حاجه للامساك المزمن؟ بنبعت لهم وصفات، خدي مثلا بنجر مع شويه فراوله مع شويه ميه ساقعه وتشربيهم 3 مرات في اليوم. البنجر والفراوله تحفين جدا 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 في العلاج الامساك المزمن. طيب عشان الناس ما تتوهش مننا، تعالوا نرجع نقول احنا دلوقتي عايزين نخس. نخس ازاي؟ نخس بكورس متميز عباره عن كبسولات ونقط واعشاب. وعشان بحبكم بحب الامارات اللي قاعدين جنبي، جايبه لكم 4 حاجات
كل ست بتتفرج عليا سواء كانت عايزه تخس او مش عايزه تخس نفسها تحقق الحاجات دي. اللي شعرها بيقع في الكرسي معانا النهارده بيوتين، اللي عندها ترهلات في جسمها ونفسها تشد في دراعاتها وفي بطنها وفي الارداف معانا كريم لشد الترهلات، ومعانا كمان فوق الحاجات اللي بتزود الحرق جوه الكرسي اصلا جايبين معانا النهارده حقنتين بتعلي الحرق لانه فيها مواد نافذه جدا جدا للجدار الخارجي بتاع الخلايا الدهنيه. تعالوا نتكلم بالتفصيل الكرسي عباره عن ايه وايه دوره في ان هو يحولك من شخص كان عنده دهون زياده سواء كانت دهون خارجيه او دهون داخليه. الناحيه الثانيه هتلاقي انك انت الدهون دي اولا حصل لك ريشيب لجسمك كله، تحول ما بقاش فيه زيادات مكلبزين كده وفي حتت مضايقانا، الشتاء كان عامل مشاكل كتير، احنا النهارده بنقول اي زيادات كانت مضايقاكي احنا بنحلها سوا. الكرسي عباره عن 2 كبسول، منهم كبسول بيسد الشهيه بيقفل لك سنتر المعده بس مش من المخ، من المعده نفسها. الفكره كلها انه انا المعده هي اللي ايه الفرق ان يبقى من فرق المخ. شاسع فرق كبير جدا إيه؟ ان انا لما اقول لك انه المعده هي اللي عندها مليانه ماده جيلاتينيه عباره عن الياف جواها فبتقول للمخ انا مش جعانه فبالتالي في نفس الوقت كده احساس ان انت طول الوقت عايزه تاكلي وتفتحي الثلاجه وتنقنقي طول الوقت ده مش موجود. طيب لو العكس بقى من المخ اللي هي من المخ، في للاسف انا عشان اقفل لك سنتر المعده من المخ في ادويه بتلعب على على المخ فبتسبب حالات اكتئاب وتوصل لانتحار. صح. في ناس بتحصل لهم مشاكل في السنتر الاساسي بتاع المخ، هم اصلا اوريدي عندهم المشاكل دي في مش عايزه بس ادخل في مواد علميه قوي، ماده السيروتونين والمواد اللي هي الادبيه بتاعت المخ اللي هي بتديكي شعور بالسعاده او عدمه. ما انا عشان اخش في حاله اكتئاب في مواد بتخش جوه الجسم هي بتديكي انك انت زهقانه مش طايقه تكلمي حد. عارفه بقى الادويه دي يقولوا لك العبي معاها رياضه، اوعي تاخديها من غير رياضه عشان ما تقعديش. عشان لو قعدتي فعلا ده ممكن يحصل لهم الهلاوس. على فكره في ناس بيحصل لها هلاوس، تشوف حاجات كده وتخيلات انها حاجات طبعا دخلت جوه المخ. احنا بعاد عن ده تماما، بعاد عن ادويه مجهوله المصدر. نتيجه ايه؟ نتيجه ريجيم. لا عشان تخليك تقطعي عشان تقطعي الاكل تلعب على مخك في حاجات طول الوقت. ده ادويه؟ ادويه. احنا بعاد عن ده تماما، لعب على المخ. احنا بنقول للناس احنا بعاد عن حته ان انا اديكي حاجه تلعب على مخك او عندك مشاكل في مثلا في جهاز عصبي. الناس اللي بياخدوا ادويه مثلا للجهاز العصبي او بياخدوا ادويه كهرباء او ايا كان، احنا مالناش دعوه بالكلام ده، احنا بنشتغل على المعده. بنحط ماده كده الكبسوله بتشربي وراها كوبايتين ميه، الماده دي الياف بتاخد 3/4 معدتك تدي احساسك بالشبع، هتاكلي وحطيتي الاكل اكلتي لقمه والتانيه حسيت ان انت شبعتي شكرا. التواصل ازاي بقى عشان الارقام موجوده معانا على الشاشه والصفحه بتاعتنا يا ريت تظهر معانا برضو كل اللي الناس بتعمل اتش ار فارما. شركة اتش ار فارما الحمد لله احنا مجموعة من الدكاترة التغذية اللي الحمد لله عندنا خبرة كبيرة جدا جدا بكل الحالات سواء كانت اطفال او امراض، الناس اللي عندهم امراض مزمنة ضغط سكر غدة درقية، عندنا الحمد لله الكيفية ثم الادوية مع الانظمة الغذائية اللي تخليكي تكوني شخصية دلوقتي مهزومة من كتر السمنة اللي وجعت ظهرك وجعت رجليكي، هتنتقل الفترة الجاية انك تكوني شخصية تانية تماما عن طريق كورس عبارة فيه عن 2 كبسول، الكبسول منهم واحد فيهم بيسد الشهية عندك والكبسول التاني بيديكي احساس بانك انت الطاقة عندك زادت فبيعلي الحرق عندك اكتر. يعني انا باخد كبسولتين؟ في نوعين من الكبسول معانا. طبعا واحدة قبل الفطار دي بتديكي اللي هو سد الشهية لمدة 8 ساعات، واحد تاني يديهولك بعد وجبة الغداء ده بيخلي عندك الحرق عندك يشتغل. الكل كارانتين اللي موجود جوه الكبسولز مع النقط كمان ده بيديكي باور. لما اقول لك قومي من مكانك كده حتى يا ستي ما تروحيش جيم ولا حاجه، اتحركي جوه البيت. بنديكي حتى كمان كده زي تمارين كده بقول لك اعملي لي ده بس ربع ساعه. انا مش عايزه منك ربع ساعه وانت قاعده في مكانك، لا هتتنططي ولا هتشيلي دامبلز ولا هتعملي اي حاجه. مش كل الستات اللي بتتفرج عليها دلوقتي عندها رفاهيه انها تروح جيم او انها تقدر تنزل كل يوم تتمشى لي ساعه. قد ايه الحالات اللي فعلا خست على ايديكم؟ بصي هو الحمد لله احنا كده كل واحد كل دكتور فينا كده عنده شويه فايلات كده بيشتغل عليها. احنا عندنا صور هو الحمد لله كميه الفايلات الحمد لله اللي عدينا معاها كانت رقم، بس عشان الناس ما تقولش احنا بنبالغ جدا. بصي ده راجل على فكره،
ده كان عنده مشكلة قوية جدا، شراهته غير طبيعية في موضوع الأكل، حتة انه كان يقفل بقه دي كانت بالنسبة لنا مش عارفين نقفلها، لدرجة ان احنا قلنا له لازم تاخد كبسولات اول ما تصحى يا دوب تاكل تفاحية وبعديها تاخد الكبسولة اللي بتسد الشهية. ما كانش ينفع ان انا استنى وجبه الفطار معاه لانه عنده شراهه غير طبيعيه للاكل. ما شاء الله حصل له ادكشن، ادمان للاكل، بقى بيحس بسعاده وهو بياكل. بيجي من ايه ده؟ في ناس للاسف حياتهم النفسيه بيشوفوها انه انا لما باكل بحس ان انا مبسوط. فبقى بالنسبه له مصدر الوحيد بالنسبه له السعاده هو انه ياكل. اي اكل بقى، وفي اخضر ويابس، في مع الزعل برضه ده اسمه بنسميه مفيش غلنا في الاكل. انا متضايقه دلوقتي. ودي صوره تانية. بص يا جميل، ده على فكره ده كان طالب على فكره لسه كان في ثانويه عامه، فكان لسه هيخش كليه، فحته ان انا ادخله في ان هو يتحرك وان هو يبطل اكل وان هو ما ياكلش اكل من بره، ده كان بالنسبه له هو نفسه انجاز حاسس بيه. عملنا معاه ان هو الكورس ده بجانب ان هو ساعتها ما اديناش بقى بيوتين للشعر، ادينا له ساعتها اللي هو الحقن الحارقه بنسميه كورس الدينامو، ان هو علشان لازم ينزل لازم يتحرك، فكان لازم نزود ساعتها الحقن الحارقه اللي هي بتخفف الدهون من على جسمه، وفي نفس الوقت ال كارانتين موجود في النقط اللي بيديله باورنج طول الوقت ان هو لازم يتحرك بشكل حلو جدا. يبقى احنا هنا بصي البنوته دي كانت عندها مشكله جدا في عرق النساء مع انها بنوته لسه صغيره. علشان الوزن؟ عشان الوزن. عرق النساء الفقره نفسها ضغطت على العرق العصبي، العصب عندها حصل لها مشاكل فيه، الدكتور قال لها لازم تخس، حتى جلسات علاج طبيعي مش عارف اعمل لك. ودي عندها حته انها تروح دكتور او انها تنزل، لانها كانت من الارياف، فكان صعب جدا انها حته اللي هو الاوبشن. بعدين هتيجي تتجوز هتبقى عايزه تخس برضو عشان الخلفه. بصي الفكره احنا بنتكلم هنا والله الموضوع مش بس انك تلبسي حلو، انك انت تخافي على صحتك وتخافي على جسمك وشكلك، انك تكوني من جواكي خفيفه، مفيش دهون ثلاثيه مكسره جسمك، مفيش عندك دهون على كبد. الدهون الثلاثيه بتكسر الجسم طبعا، مش حامل طول الوقت عامله كده خمول. جسمك مأكسد، جسمك تقيل. فانا بشيل الدهون دي طبعا. لا الدهون الثلاثيه كمان بتعلي الكوليسترول بعد كده. فبتخلي الكبد كمان متشمع زي ما اتكلمنا فيها قبل كده. الكبد المتشمع كسلان فبيحاول يفك. ايوه حتى تلاقي الدكتور ده بيقول لك دهون ثلاثيه، فعندك كمان دهون يبيع على الكبد. اخس مش بس انك تخس، لازم تعمل رياضه ولازم تاخد كمان حاجات تشيل الدهون المشمعه دي على كبدك. الدهون دي بصي وباء، احنا هنا بنقول السمنه هي بوابه الامراض اللي هتدخلكم في سكك تانيه انتوا في غنى عنها. هتروحوا لدكاتره عظام وهتعملوا علاج طبيعي، وهتروحوا لدكاتره قلب عشان عندك كوليسترول عالي، ده غير المشاكل اللي ممكن تحصل لك في رجليكي عشان عندك خشونه ركب. ليه كل ده؟ ما انا بدل ما اروح ل 200 دكتور وكل دكتور بالتخصص بتاعه، تخلص من السبب الاساسي. انا ناقص اقول السمنه هتدخلك النار عشان يبطل ايه؟ ده بالظبط زي الكذب بالظبط كده. فعلا والله فعلا وباء. هي البوابه اللي بمجرد ما الناس بتتفرج معايا دلوقتي بيخشوها بيلاقوا كميه امراض مستنياهم رزم ورا بعضها، وبتبتدي بس بانك انت بتاكلي في الاوقات الغلط ومش عارفه تسدي شهيتك. انا بقول لك اهو النهارده بسد شهيتك، وكمان بعللك حرقك، وكمان الشعر اللي بيقع، عشان الناس بتتفرج معانا دلوقتي وبتقول انا لما بخس انا شعري بيقع. يا ستي ما تقلقيش من حاجه زي دي خالص، انا بعتالك بايوتين، دول من الاربع هدايا، بعتالك بايوتين، بعتالك كريم لشد الترهلات اللي هو للدراعات او للبطن السفليه او للارداف. مفيش عندكم القهوه الخضراء؟ لا بتحب انت القهوه الخضراء. بصي انا خلاص بسميتها حبيبتي القهوه الخضراء خلاص. لا هي عشان كده لابسه اخضر النهارده. انا بشحت عليها. كان نفسنا بقين كده. لا يا روح انا هجيب لك قهوه خضراء. بس انت مش عايزه بايوتين؟ انت مش عايزه بايوتين النهارده؟ بايوت احنا شويه. الكورس بتاعنا ما كنتش عارفينه بيقع. فين طيب؟ ما احنا ما شفناش. طب بعد الحلقه الناس هتقول يعني جايبه لنا بعد الحلقه. بعد الحلقه بس كده جايبه لنا يعني. يبقى الناس اللي بتتفرج معانا النهارده انا بقول لهم الكورس كالاتي: علبتين كبسول، منهم كبسول بيسد الشهيه والكبسول الثاني بيعلي الحرق، علبتين نقط فيهم ال كارانتين، وعلبتين الاعشاب. معايا اربع هدايا، الناس هتتصل عشان تسعى على الاربع هدايا بتاعتها: علبه البيوتين، وعلبه التنحيف الكريم اللي بيشد عندك المناطق اللي مضايقاكي، بينحف الدنيا دي فيها فيرمنج لانها فيها كولاجين وفيها الاستين، وحقنتين دول حافظين مش فاهمين بمجرد ما بيدخلوا جسمك سواء كان عن طريق عضل او تكسريهم على كوبايه ميه، دول بيدخلوا على الدهون مباشره، حافظين مش فاهمين مش بيروحوا لحته تانيه.
زي كده بالظبط. الناس تقول لك ايه بدل ما احقن لك، انا بقول لك انا عايزه الدهون دي كلها الزياده بتتكسر، وبمجرد ما انها اتكسرت هنشرب ميه او هنشرب الاعشاب اللي احنا جايبينها بتخرج بره الجسم كده في هدوء، لا بتعمل لك مشاكل ولا بتعمل لك هبوط ولا بتعمل لك مثلا اكتئاب، ولا بتحس ان انت جسمك نفسه مش مهيئ ان هو يخس. كل المشاكل دي احنا بنحلها سوا. كل ما عليك انك تتصل بالارقام دي بيردوا عليك فريق طبي متكامل عارف مشاكلك. لو عندك غده درقيه بيظبط لك مواعيد الادويه بتاعتك. الناس بتتفرج معانا النهارده عندهم مشاكل في ضغط وفي سكر وفي قلب وبيخافوا من الادويه، احنا بنظبط لهم الادويه دي عن طريق الاكل بتاعهم ومواعيد الادويه بتاعتهم قبل ما كمان نقول لهم. برضو السن ايه اللي ياخد دواء ما ياخدش؟ من 12 سنه. لا 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 من 18. لا من 12. 18 يا قادرة ده شغلها. يا دكتورة انتصار بقى من 12 شبك الفن. ما هي الدكتورة شغلها على فكرة. وهو بقى شغلها برضه. انا من كتر ما انا دارسة هو بقى شغلها برضه. انا دارسة شهادة. انا جايب شهادة. ما هي برضه بقى شغلها. اجيب الكارنيه. الرقم كام بتاع النقابة بتاعك؟ لا مش حافظة ده كبيرة قوي على فكرة، ده من 5 ارقام. هي بقى الدكتورة دلوقتي يعني المراهق عادي؟ اه طبعا. ايوه طبعا. الفكره كلها انه المراهق ده تقفلي بقه بس، اقفلي بقه، وانه لما يجي ياكل ياكل حاجات صحيه. يعني انا هقفل بقه ببرشامتين. برشامتين واحده قبل الفطار والتانية بعد الغدا. اه انتصار تمسكي لازم تاكل لازم تشرب ده اللي هيقفل بقه. ايوه لا بجد والله اقول لكم على حاجه، لما كل واحده بتتفرج معانا دلوقتي وعندها ابنها بياكل كتير طبعا. سواء كان مراهقه او غير مراهقه شايفه منظره وشايفه دايرت غير منظره يا حبيبتي هيبقى في خلال كام سنه مريض سكر. أيوة. الموضوع بيتطرق انه ازاي الطفل هو اصلا وراثيا مش مهيئ ان هو يكون مريض سكر من كميه الدهون اللي بتدخل جوه جسمه هيبقى مريض سكر. خافوا على اولادكم. انا زي ما اتكلمنا قبل كده اكل بره انا والله ما ضده، بس انا الحاجه كلها ان انا بتكلم على الاضرار اللي بتحصل كوارث الاضرار سعمين. اللي هتقع علينا وعلى اطفالنا بالاخص اللي مش هيستحملوا ده من الاكل اللي مش الشارع ده بالظبط. كمية مشاكل بتحصل لهم في عظمهم وفي جسمهم وفي دمهم، انا لو حكيت الناس هتقول انت بتخوفينا وخلاص. انا عايز اعرف هم ليه مش راضيين يطبخوا لهم؟ والله بيطبخوا. لا لا بس اقول لك على حاجه يا دودو. بصي يا حبيبه قلبي، بدل سبانخ فيها اطفال كتير تقول لك بلاش سبانخ اعمل لهم كبده. ناكل النهارده كبده اسكندراني، اديتهم وجبه الحديد. يبقى انا ازاي اخلي طفلي يحب الحاجه وادخله من الباب اللي بيحبه مش اللي بفرضه عليه. البطاطس الجاهزه اللي من بره الشيبسي، انا اجيب البطاطس واقطعها في مكنه دلوقتي بتقطع ده؟ لو غير مكنه كده بيعرفوا في طعمها. هقول لك على حاجه، احنا كمان على صفحتنا والناس اللي بتكلمنا بنقول لهم ازاي تاكلوا بطاطس صحيه. مفيش في دلوقتي الجهاز اللي بتعمله الاير فراير. آه. لا غير كده كمان، يمكن ناس بتتفرج على دلوقتي مثلا في الصعيد وفي القرف يقول لك ما عندناش احنا اللي بتقولوا عليه ده. نسلقها ونحمرها بالظبط كده. انا بقول لها تقطعي البطاطس وهتحطيها حتى لو مش هتسلقيها، حطي عليها ميه مغليه وسيبيها لحد ما تبرد، لحد ما هي مش مسلوقه، هي مش تخليهاش على النار، مجرد بس ما هتطلعيها حطيها على صينيه دوب، بس تمسحي الصينيه بس برشه بس زيت خفيف قوي تكاد تكون نص معلقه. في معلقه اخر صورتين بس. يلا بينا يا حبيبي. بصي الراجل ده كان عنده كميه امراض في الكبد غير طبيعيه يعني. الراجل ده بصي بصي حبيب الشركه من كميه اتصالات والطاقه الايجابيه اللي بيديها لنا دلوقتي يعني. ان ربنا يبارك لكم. وقد ايه انا اتخلصت من الوزن اللي انا كنت فيه؟ كان عبء في 3 شهور. كان كام كيلو؟ كان ما شاء الله عليه كان داخل في بالظبط كان 97. هو اصلا ما شاء الله ما كانش طويل على فكره، الصوره هنا مطوله شويه. كان اوفر ويت عليه كان 42 كيلو. هو تخنه في كرشه وكمان كل ده كان على كرشه وكبده. فان احنا الحمد لله في خلال 3 شهور. لكن هو مش كتاف ولا رجلين ولا هو خالص ولا عنده مقاومه انسولين ولا سكر ولا اي حاجه. الكرش ده بقى رجليه بيعمله مشاكل في ضغطه وفي قلب قبل كده. ما عندوش مقاومه انسولين يعني بيحرق. بالظبط. بصي اللي على اليمين ده حد لا عنده كرش ولا عنده مشاكل في كبد. الادويه اللي كان بياخدها وكيس الدواء اللي كان ماشي بيه طول الوقت وصل دلوقتي بس ان هو بقى بياخد حاجات بسيطه للحفاظ على الكوليسترول عنده انه بس ما يزيدش. كلمه ابوس البنوته دي كانت دلوقتي ما شاء الله عليها اللهم صل اللهم بارك. دلوقتي هي بتكلمنا عشان تقول بس من كميه التنمر اللي كانت بتشوفها من عيلتها
دلوقتي هي قادرة تلبس ليجن وقادرة تتحرك، ده في حد ذاتها ده كان حلم كانت بتشوف في الأحلام دي، كانت قبل ما تنام تتخيل شكلها وهي لابسة ليجن ولابسة فستان من سنها. يبقى هي الحتة دلوقتي إن الكرسي بتاعي مش مجرد أدوية إحنا بنديها، إحنا بنقول الكرسي بتاعك قادر بالنتائج اللي إحنا بنشوفها في الصور دلوقتي إنه يحولك لشخصية أنت بتتمنيها. يعني اللي بتتفرج معنا دلوقتي وعايزه تخس وعايزه تغير من لبسها وعندها مشاكل مثلا في ظهرها او في ركبها او في جسمها بصفه عامه، بالكرسي بتاعنا اللي هو عشان الناس ما تنساش، عشان تقولوا الكرسي اللي قالته دكتوره هنا مع حبايب الحلوين برنامج من غير نفسنا، علبتين الكبسول وعلبتين النقط وعلبتين الاعشاب وعليهم اربع هدايا، علبه البيوتين لتساقط الشعر، علبه كريم التنحيف علشان الدهون عندك اللي في الاماكن انت مش حباها، وحقنتين الحرق يا اما تاخديهم عضل يا اما بنكسرهم على كوبايه ميه، كورس متكامل منه هتخسي ومنه برضو هتحافظي على شكلك سواء كان في شعرك او في جسمك بصفه عامه في الاماكن اللي مضايقاكي ومزعلاكي. دكتوره هناء اتشرفنا بيكي وبسطنا بالمعلومات الجميله اللي بتقدمها لنا كل مره. تسلمي لي مشاهدينا، وبكده تبقى فقرتنا خلصت وحلقتنا خلصت، لكن من غير نفسنا ما بتخلصش، استنونا الحلقه الجايه من غير نفسنا.